اليوم اليوم الجميل اللي كان انه استبشرنا اخيرا عندما دخلت المحكمه وهي مستبشره. عندما تدخل المحكمه وهي متجهمه يعني نحن كدفاع نقرا رسائل مشفره، ولكن اليوم دخول المحكمة وهي بالبشاشة المعهودة عنها أعطانا اطمئنان على أن الأمور تسير في سلام، وأن هذا الملف يسير بعيدا عن ما كنا نخاف منه في مسبقا، ما كنا نتحدث عن قضاء التعليمات. اليوم نحن أمام هيئة يعني تجسد مرحلة أخرى من المراحل التي يعيشها القضاء المغربي ومرحلة الاستقلالية. أعتقد أنه اليوم المحكمة تدبر ملفها كما ترى ولا تتوصل بأي تعليمات وبأي ضغوطات من أي جهة كانت. دليلنا في ذلك هو الوقت الكافي الذي أعطي لجميع أطراف هذه القضية لكي يقولوا ما يقولون ولكي يدلوا بما يتعين الإدلاء به من دفوع. فاليوم كانت يعني نقطة النهاية بعد أن استمعت المحكمة لجميع أطراف هذه القضية. وأنا أقول دائما من وجهة نظري كدفاع جوابا على سؤالك المتعلق بجريمة التجارة بالبشر، أننا يعني من يوم انطلق هذا الملف كنا مؤمنين بأن هذه الجريمة غير متواجدة، وإيماننا ذلك منبثق من القانون لأنه عناصرها التكوينية غير متوفرة. لذلك خلال جميع مراحل هذه القضية قلنا دائما بأنه لا يوجد شخص أتى وقال بأنه تم استغلالي، لا يوجد وقائع تؤكد أننا أحضرنا أشخاص واستغليناهم وضغطنا عنهم وسلبنا إرادتهم ليقوموا بما لا يريدون. هذه يعني هذا الملف وانعكاس لما لأخلاق المجتمع المغربي الذي يعني تربى على التكافل وعلى الإحسان وعلى التضامن. للأسف أسيء فهم بعض التصرفات والتي أقول على فرض صحتها لا يمكن أن ترقى إلى الجريمة اللي حددها المشرع في قانون التجارة بالبشر لصدر 2016، واللي أركانه واضحة أنه يجب أن تكون الأفعال المرتكبة تمت بغير رضا الضحية وفي إكراه للضحية، وأن ما قام به الضحية هو كان تحت القصر والاستغلال وبسلب إرادته. اليوم يعني وقفتم معنا وأنتم إعلام مشرف يعني على جميع تفاصيل هذا الملف وحللنا جميع جزئياته. أنا أقول دائما أن الحقيقة توجد في التفاصيل الصغرى، وقفنا على كل التفاصيل الصغرى فلم نقف فيها على أي عنصر من العناصر الذي يمكن أن نستشف من خلاله أن نشم رائحة أن هناك جريمة للتجارة بالبشر. لذلك إيماننا بأن هذه الجريمة غير متوفرة هو ما جعلنا متشبتين بملتمسنا الرامي إلى التصريح بالبراءة بخصوص هذه الجريمة بالخصوص. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.